السلام عليكم أعزائي الصغار، عدنا لكم من جديد في آخر مرحلة من مراحل تصحيح الأنشطة رقم 10، تمرين خامس، وهو عبارة عن جدول لتوفير 3 إخوة لمدة أسابيع، زينب، مصطفى وحسن. قل كم وفر في الأسبوع الأول وفي الأسبوع الثاني وفي الأسبوع الثالث وأخيرا العمود الأخير خاص بالأسبوع الرابع. إذا هذه المسائل متعلقة بتنظيم ومعالجة معطيات جدول. في الأسبوع الأول كم وفرت زينب أو المبلغ الذي وفرته في الأسبوع الأول؟ طبعا سنعود إلى الجدول ونرى الأسبوع الأول ما يقابله مع زينب 84 درهم. في هذه الحالة لا تتطلب إلى أي عملية، وسنقوم باستخراج المعطى كما هو ووضعه في الجواب بكل بساطة. الثاني ب، في الأسبوعين الأول والرابع كم وفر مصطفى؟ في هذه الحالة يستوجب إجراء عملية الجمع لأننا أعطونا أسبوعين، سنقوم بجمع مجموع الأسبوع الأول الذي هو 49 ومجموع الأسبوع الرابع الذي هو 38، وسنقوم بوضع العملية التالية مع مجموعها 87 درهما. إذن المبلغ الذي استجمعه أو وفره مصطفى في الأسبوع الرابع الأول والرابع هو 87 درهما. أما فيما يخص الأسبوع الثالث وما وفره الإخوة الثلاثة مصطفى، زينب وحسن، سنقوم بتجميع مبلغ كل واحد منهم 192 لمصطفى، 32 درهما لزينب، و 46 لحسن. بهذا نكون قد أجرينا عملية الجمع التالية، أعطانا ما مجموعه 270 درهما، وهنا نكون قد أنهينا إجراء وحل مسألة مع تنظيم ومعالجة المعطيات. شكرا لكم، ولا تنسوا أننا نستمتع حينما نتعلم. إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.